السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طلاب الصف الأول. إن شاء الله نبتدي مع بعض الحصة الثانية من هذا الأسبوع. إن شاء الله نبتدي المراجعات، والنهاردة هنبتدي مراجعة الوحدة السادسة. نفتح مع بعض الكتاب المدرسي صفحة 72. أنظر إلى صور هذه الحيوانات وأضع تحت الحاولة المفردة المناسبة خط بما يقوم به كل حيوان. عندي الطائر هنا ده بيأكل، وعندي الماعز هنا بتشرب، والحصان يتنفس. أنظر إلى صور النباتات وأضع علامة صح لأشير إلى النبات الذي يتوفر له ما يحتاج إليه. عندي النبات رقم 1 بيتوفر له ضوء الشمس، نبات 2 طبعا ده نبات غير نضر، نبات رقم 3 بيتوفر له الماء. ارسم صورة للنبات وأحدد عليها الجذر والساق والأوراق زي ما احنا شايفين، الجذور والساق والأوراق والإيه والزهر. أرسم مخطط مفاهيمي لأوضح ما يحتاج إليه الكائنات الحية. عندي قلنا احتياجات الكائنات الحية غذاء وماء وهواء والمأوى. المأوى اللي هو المكان اللي بيعيش فيه، زي مثلا الصحراء. الصحراء بيعيش فيها مين؟ الجمل ونبات الصبار. زي الغابات بيعيش فيها مين؟ زي الأسد. انظر إلى صور النباتات والحيوانات الآتية وأذكر لما يجب التعامل معها بحذر. زي ما احنا شايفين عندي نبات الصبار والحيوان ذات الأشواك، وعندي دي زي الناموسة. طبعا الحيوانات والحاجات دي نباتات خطرة، لذلك لا يجب التعامل معها بحذر. طيب أصل بخط كل من هذه النباتات بعمرها الصحيح. طبعا عندي النبات اللي هو عبارة عن أول حاجة أقل حاجة خالص عندي 3 أيام اللي هو الصورة دي، وبعدين عندي 7 أيام بدأ النبات يكبر شوية، 2 أسابيع النبات بدأ يبقى أكبر والعدد الأوراق أصبحت أكتر، 4 أسابيع النبات بدأ تظهر تتفتح في الأزهار، 6 أسابيع شايفين طبعا الأوراق أصبحت كبيرة جدا والإيه وكذلك الإيه الأزهار. طيب أي من هذه الصور يظهر نبات في المرحلة الأخيرة من دورة حياته؟ طبعا الصورة الأولى. أجد صور لكائنات حية في الصفحات الأخيرة وأقصها وألصقها. زي ما احنا شايفين هنا الصور دي بتبقى موجودة في آخر الكتاب صفحة 169. كل واحد وليه فترة حياة سرعة النمو عشان يبقى بالغ. طبعا زي ما احنا شايفين الفراشة بتحتاج لبضعة أسابيع حتى تكون بالغة. الإنسان عندها سن 18 سنة بيحصل عملية البلوغ. عندي الشجرة الكبيرة دي بتحتاج أكتر من 50 سنة علشان توصل لمرحلة البلوغ وتكون مكتملة النمو. رقم مراحل نمو الضفدعة لأبين تسلسلها. قلنا عندي رقم 1 البيضة، رقم 2 أبو جنيبة، رقم 3 هيكون ضفدع صغير، رقم 4 هيكون ضفدع مكتمل النمو. أفكر في الاستقصاء وأرسم صور لأظهر ما يأتي. قلنا نبات نضر طبعا بيكون نبات أوراقه جميلة ولونها خضراء ومستقيمة. أما النبات الذي لم يسقى بالماء أو نبات غير نضر قلنا بتكون أوراقه منحنية ولونها بني.